أخبار اليوم. بالنسبة للسؤال الخامس بيبدأ بمسألة برضو موجودة عندنا، ده إكزامبل محلول في كتاب المدرسة تبع الفوليومتريك أناليسيس، وجي برضو في امتحانات قبل كده، بس بحب أنوه ليه برضو من أن لآخر. يعني عندنا هنا وزن اهي بالجرام لسوليد ميكشر من الصوديوم هيدروكسيد والصوديوم كلورايد، حاجتين مع بعض. المعلومات في المسألة ولا على الصوديوم هيدروكسيد ولا على الصوديوم كلورايد، مال على مين بقى؟ يقول لك 10 ملي من 0.1 مولر هيدروكلوريك أسيد، يبقى كل المعلومات على الأسيد. ده الفوليوم وده المولاريتي والفوليوم بالملي كمان. Until complete neutralization، بنعمل neutralization. طيب لما المفروض بقى نطبق M1 V1، طب ما فيش ولا M ولا V2 ولا M2 ولا أي حاجة. ثانيا الايكويشن لازم اعرفها برضو واتوقعها. هو عايز ايه هنا؟ عايز البرسنتج بتاع الصوديوم هيدروكسيد في الميكشر. افكر بقى منين؟ من ابتدي افكر من الطلب بتاعه، افكر في الايه؟ بالوانتد. ايه الوانتد؟ البرسنتج اوف صوديوم هيدروكسيد ان ميكشر. طب البرسنتج ان ميكشر دي عباره بنجيبها منين؟ بنجيبها من الماس اوف صوديوم هيدروكسيد ديفايدد ماي ماس اوف ميكشر. ادي الماس اوف ميكشر، يبقى مشكلتنا ان احنا عايزين الماس بتاع الصوديوم هيدروكسيد. طيب هو الرياكشن هيحصل مع مين؟ يعني لما الاتش سي ال يجي يتفاعل مع الميكشر هيتفاعل مع مين؟ هل هيتفاعل مع الصوديوم كلورايد ولا الصوديوم هيدروكسيد؟ طبعا مع الصوديوم هيدروكسيد، مفيش اسيد بيتفاعل مع السولت بتاعه. معايا؟ يبقى هيتفاعل مع مين؟ الصوديوم هيدروكسيد. يبقى HCl مع NaOH هيدينا NaCl بلس ووتر. طب والايكويشن البسيطه دي تعملها في ايه؟ دي موزونه جاهزه فيها 1 مول من الاسيد و1 مول من الصوديوم هيدروكسيد. انا بحاول اجيب اي معلومات على الصوديوم هيدروكسيد اللي مش مدهاني، مدهاني معلومات على الاسيد، فبقارن الصوديوم هيدروكسيد بالاسيد. ها يبقى نمبر اوف مولز اوف صوديوم هيدروكسيد ايكوال نمبر اوف مولز اوف اسيد من الايكويشن اللي قدامك في الانسر. طب اجيب النمبر اوف مولز اوف اسيد ازاي؟ عندي المولاريتي والفوليوم، بس لازم احول الفوليوم بالايه؟ باللتر. يبقى النمبر اوف مولز ايكوال مولاريتي 0.1 تايم فوليوم ديفايدد 1000. يبقى كده جبت النمبر اوف مولز بس هيطلع 0.01. يبقى هو ده النمبر اوف مولز اوف ايه؟ صوديوم هيدروكسيد. يبقى انا عايز بقى الماس اوف صوديوم هيدروكسيد. عرفت النمبر اوف مولز؟ سهل، هجيب المولر ماس بتاع صوديوم هيدروكسيد اللي هي ال ار ام ام ان اي ايكوال 23، يبقى 23 بلس 16 بلس او يطلع 40. طيب يبقى هقول بقى ايه؟ الماس اوف صوديوم هيدروكسيد ايكوال النمبر اوف مولز تايم مولر ماس. نمبر اوف مولز 0.01 تايم 40 يطلع 0.04. خلي بالك وانت بتحل طلع لك اهو الماس 0.04. يبقى لازم تعمل ايه؟ مش عارف 0.04. يبقى لازم تعمل ايه بقى؟ لازم تبص للرقم ده، هل هو اقل من 0.1 ولا لا؟ ولا انت يبقى انت ماشي غلط؟ انت مش بتقول نسبه ده في ده ما اشتغلش وخلاص؟ لا، الرقم ده اصغر من ده. اه يبقى ده ماشي صح. يبقى 0.04 ديفايدد 0.1 هتطلع النسبه تايم 100 هتطلع النسبة 40%. دي مسألة متكررة كتير، بس خلي بالك من الخطوات دي. دي للتذكرة بس. طب هنا أسيد ليد، هيكلمك بقى السؤال اللي جه السنة اللي فاتت، الأسيد ليد أكيوميليتور والرسمة الوحيدة المطلوبة، أو طبعا أنا مش طالب رسم. هنشوف كده هو طالب إيه. الليد أسيد أكيوميليتور كونسيستس أوف نتورك أوف ليد، اللي هو بطارية العربية الكار باتري يعني، اللي هو الأكيوميليتور. وإمرسد في السلفيريك، هو طالب كل الحكاية ديستشارج رياكشن. يبقى مش طالب الديستشارج، طالب مش طالب التشارج، طالب الديستشارج يعني التفاعل التفريغ. يبقى لازم نقول له الانوديك رياكشن والكاثوديك رياكشن، وبعدين نجمعهم ونقول تفاعل التفريغ، وتكتب الايكويشن بتاع الديستشارج. وبطارية العربية سهلة جدا، ان انت هو طبعا بيتكون ليد سلفيت في ناحيتين، فانت دايما بتبدأ من هنا بليد في الانود وبليد اوكسايد في الكاثود وتكتب الايكويشن. طيب هنا بقى المسألة دي برضو موجودة في كتاب المدرسة بتاع الفيتامين سي. خلي بالك هو عايز ايه؟ عايز نمبر اوف فيتامين سي مولكيولز.
مش موز. لو موز كنا هنقول الماس على المولر ماس وخلاص. لا، لازم بعد ما تطلع نمبر اوف مولز تضرب في مين؟ في افوكادو عشان يديك النمبر اوف مولز. ودي الحته بقى دايما تلخبطوا فيها. هنا بقول موليكولز عايزه فك يبقى اضربه في افوكادو. طبعا ده هيطلع 150، هتقول ده يعني سعر الحسبه بتاعتها عاديه. طب هنا بقى مساله عكسيه عاديه جدا بس فيها حته صغيره جديده ناخد بالنا منها. ايه بقى الحته دي؟ يقول لك الكوليد ديت given that the concentration of actant product of actant gas. وعايز a common comment on KC. يعني ايه comment on KC؟ بعد ما تحسب KC تشوف اقل من واحد ولا اكبر من واحد. لو اقل من واحد يبقى التفاعل باكورد، لو كان اكبر من واحد يبقى التفاعل ايه؟ فورورد. طيب نيجي بقى هنا write the structural formula بتاع دول and one use. خلي بالك وعايز حاجتين structure واليوز. يبقى هتجيب له بتاع هيدريك الكول مفيش الا الجليسر واليوزز بتاعته اللي انت عارفها دي الكوزموتكس والتكستايل والحاجات دي. طب وهنا 1 2 تاي هيدروكس ايسين ده مين؟ ها نرسمه كده ايسين كربونتين وهنا اه ده طلع ايه؟ الايسين جلايكول اللي انت عارفه بس ده الكومن ده الايوباك نيم بتاعه اهو شفت بقى 1 2 تاي هيدروكس. يبقى طبعا الايسين جلايكول انتي فريز وداكرون فايبر والحاجات دي كلها. طيب هنا a compound produced from halogenation ده طبعا معروف الدايركت سانلايت. خلي بالك ايه اللي واحده يبقى في الدايركت سانلايت يبقى ده الجامكسين. اوكي طيب نتمنى لكم بقى ايه اجابه سهله يعني تاخد بالك دقه في الاجابه وانتبه للاسئله اللي قلنا عليها. شكرا.